رئيس الوزراء النهارده في اجتماعه الاسبوعي بدأ يقول للحكومه صرعوا سرعوا في المشروعات بتاعتكم وستظهر عظمه الدوله المصريه. الحكومه اعلنت الحوافز المقترحه للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمه الاداريه الجديده، تخيلوا ان الموظفين اللي هينتقلوا الى هناك. اولاً مجموعة وحزمة حوافز ليهم سواء في مرتباتهم سواء في اشتراكاتهم في الأندية سواء في التحركات بتاعتهم عشان يوصلوا إلى هناك ثم تيسيرات ليهم في الحصول على وحدات سكنية وده معناه ان انت هيحصل عندك بناء بشكل كبير جدا في المنطقة دي وده معناه ان انت هتبدأ تفرغ الزحمة من قلب القاهرة وترجع تاني بقى للقاهرة الخديوية وترجع تاني للقاهرة الإسلامية وترجع تاني انت تعيد المجد الى مصر للقاهره وهنتابع ده وخدوا بالكم من المخططات بتاعه السياحه والشوارع المقفوله اللي هتتعمل والمماشي اللي هتتعمل وهيفتح العمل ازاي والورش والشباب اللي هيبدا يشتغل في الكلام ده كله لاعاده الجذب السياحي بعد ما الكورونا تخلص بعد ما الكورونا تخلص هيفاجئ العالم ان احنا ما بطلناش بنا ان احنا بنينا مكان اصبح جذب على ما يحاول حد يلحقك تاني مش هيقدر لانك انت عديت انت في الزمن اللي الدنيا فيه توقفت عن العمل انت موقفتش انت كملت في اماكن كتير وقدرت انك انت تشتغل وقدرت ان انت تنتج